مدير معهد علمي في منطقة من المناطق، وتحاورت أنا وياه في القصر، قصر الصلاة، وقال إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة إذا فاتتهم الصلاة، وهذا الأمر ما يجوز، وهو أفتى لهم ما أدري كيف، وأنا ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا. قلت أنا والله ما علي علم يا شيخ، أبخص مني ومنك، وإذا كنت عندك فتوى اعترض بها على الشيخ. وهو كان ولده يدرس في الجامعة عندكم في السريع. يقول لا، أنه حتى نبه ولده قال لا تقصر أتم الصلاة. فما أدري يعني هل إذا كان نحن نقتدي في إلا سبحانه وتعالى ثم الفتوى يعني نقصر أم لا نقصر. هذا سلمك الله، نحن أفتينا بها بعد دراسة وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم، ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر، كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر، سواء عين المدة أم لم يعين. عرفت؟ هذا الذي نراه، لأن أي تقدير تقدره، إن قدرت 4 أيام قلنا وش دليلك، إن قدرت شهر قلنا وش دليلك، إن قدرت السنة قلنا وش دليلك. ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حكم الصلاة. ما في دليل، ومن وجد دليلا فليتفضل به. نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به. وقولنا ليس معصوم، نحن نخطئ كما يخطئ غيره، لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. لكن أي مثل المسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده، لأنه سيسأل يوم القيامة. وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور، وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع للاجتهاد. فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا، فعلينا قبول. ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحائط، أنا مرخص له وله بنا أن أعطي الترخيص، لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليل مخالف قولي أن يأخذ به. حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مساحين ذاك الوقت، يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل، ثم هم قدروها رحمهم الله، قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة القرذون الحصان. طيب معناه أنه لا صار أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر؟ من يقولها؟ من يقولها؟ فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس بسفر.